بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نسأل الله الرحمة للشهداء يا رب والشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى، وإن شاء الله الله يفرج عن أهلنا في غزة. ستي بشكل عام، أنا حكيت قبل فترة، من يمكن ثاني أو ثالث يوم، أنه فعليا اللي عملته المقاومة حقق نتائجه فعليا، نتائجه سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، وخاصة في البعد النفسي والبعد الاستراتيجي والبعد الإعلامي لقوات الاحتلال. بمعنى أنه كانت العملية ونتائجها المباشرة اللي كانت في أول عدة ساعات وليس في أول يوم، كانت ضربت في العمق البعد النفسي للقوة المفرطة. إذا بنتذكر قبل الأسبوع اللي قبل 7 أكتوبر، كنا نشاهد الإفراط الإسرائيلي المبالغ في تقدير حجم قوتهم، والإفراط في التهديدات أيضا بالزبط. المنبثقة من الاعتقاد بحجم القوة القاهرة اللي عندهم. اسمعنا وزير يطالب بإبادة بلدة معينة، اسمعنا عن مطالبات بقتل، مطالبات بتهجير جماعي، مطالبات بتوزيع السلاح على الفلسطينيين، على الإسرائيليين، على المستوطنين. فكان في كثير ما يدل على الاعتقاد المفرط بالقوة المطلقة، اللي يعني حتى في العمليات الأخيرة، إذا بنلاحظ أنه برضو قبل عملية أكتوبر هم خففوا من القوات اللي موجودة في غلاف غزة وزادوا القوات اللي بالضفة الغربية، فكان باعتبار أنه خلص هذا الموضوع، هذا الملف فعليا صار مسيطر عليه بنسبة 100%. فهو كانت ضربة شديدة للمعتقد العسكري الإسرائيلي، هذا من جهة. المعتقد الجانب النفسي أيضا ضرب في مقتل، لأنهم ما كان أي شخص حتى من أشد المتفائلين ولا أكثر المتشائمين كان يعتقد بأنه ممكن أنها تكون في عملية بهذه القوة وبهذه الجرأة وبهذه النتائج، هذه الدقة نتائج مهمة جدا في العملية. وبالشق الثالث وهو المهم، اللي هو الصورة النمطية للكيان الإسرائيلي في العالم وخصوصا عند حلفائهم، هي برضو اهتزت بقوة. والآن الخسائر اللي صارت مش من الخسائر التي يمكن تداركها، وخصوصا في اعتقاد حلفائهم بأنهم على مستوى تأهيل عسكري عالي جدا، وأنهم قادرين على القيام بكل شيء، وأنهم مسيطرين على كل شيء. بالإضافة للنقطة الأبرز، خلينا نقول أنه بصراحة القضية الفلسطينية أبعدت قليلا عن الطاولة، وقل الاهتمام الدولي فيها كثير، وصارت تقريبا شبه مهمشة. وكان يعني قلائل في العالم اللي يطرحوها، من ضمنهم الأردن وجلالة الملك في المحافل الدولية، ولكن الكل لاحظ أنه قل الاهتمام فيها، فهي رجعت على التوب شلف، على الرف الأول من الاهتمام العالمي. ففي كثير أشياء فعليا تحققت بالفعل بغض النظر عن سير ما بعد عملية المقاومة. طب سؤال دكتور، وأنت خبير استراتيجي وعسكري، هل المماطلة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاجتياح البري وهذا التباطؤ في هذه العملية، هل يخدم من؟ يخدم الجيش، جيش الاحتلال، أم يخدم المقاومة طول فترة عدم الاجتياح البري وهذا البعد ما بين العمليات بشكل عام؟ وأنت تعلم أن الطيران والمدفعية لا تحسم معركة. نعم صحيح، هاي من المبادئ العسكرية أنه المعارك لا تحسم من الجو، هذا بالزبط. حقيقي. شوف سيدي الكريم، الأسباب اللي بتخلي الاجتياح لغاية الآن في هاي الحالة الضبابية أمام كل العالم، حتى أمام الإسرائيليين نفسهم، أسباب كثيرة والأسباب متنوعة، وليس كلها في يد كيان الإسرائيلي. أولا
في معلومة حتى جنرالات إسرائيليين متقاعدين حكوها في الإعلام المحلي عندهم، الجيش الإسرائيلي لم يدرب سابقا على حرب العصابات في المناطق المدنية، وخصوصا إذا كانت المنطقة هي منطقة مليئة بالمباني وهي الأكثر كثافة سكانية مقارنة بمساحة الأرض على مستوى العالم كله. فهذا الشيء لم يسبق أن تدربوا عليه، وبجوز هاي من شواهدها الوصول بالأمس أعتقد وصول خبراء عسكريين ممن شاركوا في حرب الفلوجة وفي محاربة تنظيم داعش الإرهابي. هذا أحد الأسباب. الأسباب الثانية الحرب البرية نتائجها قاسية جدا، وهم لغاية الآن ليس لديهم القدرة على التصرف مع النتائج القاسية اللي صارت فعلا، وخاصة موضوع وجود رهائن، وجود الرهائن وخصوصا للرهائن فيهم ما لا يقل عن 13 جنسية مختلفة غير هذول اللي هم مزدوجين الجنسية غير الجنود الإسرائيليين، هذا بعمق عدم التوافق الدولي اللي بتحاول أمريكا تحشده لإسرائيل حتى أنها تقوم بالدخول البري. الموضوع الثالث العمى الأمني والاستخباري اللي ثبت يوم 7 أكتوبر واللي بيخلي القوات الإسرائيلية ما عندها تصور واضح ما الذي ينتظرها بالداخل. موضوع شبكة الأنفاق العنكبوتية اللي ما زالت لغاية الآن من أهم المعادل للجيش الإسرائيلي، لعدم القدرة على التعامل معها. ففي محددات كثيرة، بعضها محددات عسكرية بعدم قدرة الجيش محمد الإسرائيلي. بك يعني السؤال ممكن الأبرز أو البدور في ذهن الكثيرين، مدى تحمل وصبر المقاومة في هذه الحرب حسب المعطيات؟ ستي المقاومة فعليا هذه ليست أول عملية تقوم بها. صحيح؟ صحيح. وبالتالي كل العمليات السابقة، وأنا في إحدى الحوارات على شبكة الحقيقة الدولية سابقا حكيت عن إحدى العمليات اللي صارت إنه هم مستعدين وجاهزين لتقبل الخسائر ويعلموا بشكل يعني يصل إلى نسبة دقة أكثر من 90% ماذا ستكون المواقف الدولية، من الذي سيدعم جيش الاحتلال، كيف سيرد جيش الاحتلال بوحشية، كيف أنه لن يلتزم بأي قوانين دولية. كل هاي الأشياء متكررة، لم يسبق أن يلتزم حتى يوضع أحد الخيارات أنه يلتزم بقوانين الحرب، لم يسبق أنه حلفاؤه التقليديين لم يخرجوا فورا ليؤكدوا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسه وما إلى ذلك من الجمل المكررة. فبالتالي هذه ليست أول عملية وليست أول عملية نوعية وإن كانت الأكبر، وبالتالي هم يعلمون ردود الفعل المحلية والإقليمية والدولية، يعلمون الوحشية العسكرية التي سيتم الرد بها، هذا كله معروف لهم. وبالتالي المنطق اللي ممكن يستقى من آلية تنفيذهم للعملية والتحضيرات اللي يبدو أنها أخذت ما لا يقل عن سنتين برأيي يدل على أنهم متجهزين لردود فعل عسكرية وحشية ودبلوماسية محبطة وتحالف غربي ضدهم وما إلى ذلك. وإذا نرى المعطيات داخل غزة، وبصراحة مش من المفيد إلنا أنه نوضح بعض التفاصيل اللي موجودة، ولكن اللي بيرى المعطيات بشكل عام يرى أنه فعلا يوجد الكثير من الشواهد على أن الاستعداد جيد وأنهم كانوا متحضرين مع القسوة، وبنفس الوقت هم جاهزين لتحمل الخسائر. نعم. يعني في سؤالي الأخير أيضا سيد محمد، هل ترى أنه لربما ستدخل جبهة جديدة هذه الحرب برأيك أم ماذا؟ بالنسبة لموضوع السيطرة
على النزاع أو توسعه. هذه صحيح أنه لا يمكن التنبؤ بها لأنها تعتمد على معطيات متغيرة لحظيا. نعم، ما يدور في الجنوب اللبناني، تصريحات إيران حتى هذه الساعة، هل تنذر بأنه لربما ستكون هنالك جبهة جديدة تدخل دعما للمقاومة الفلسطينية، يعني حسب قراءاتك العسكرية والاستراتيجية فقط؟ نعم ستي، هذا ما أقوله، أنه القراءة الصحيحة برأيي المتواضع أنه التصريحات السياسية غالبا ممكن أنها تعطي مؤشر على النية أو الاستعداد أو حرب نفسية وليس فقط. وليس على استخدام القرار. نحن لا نريد أن نحصرها بأنها حرب نفسية فقط، لأن الحرب النفسية هي جزء من الحرب بكل أدواتها. أكيد، فهي جزء من الحرب الكاملة، سواء الاقتصادية أو الحصار أو العسكري إلى آخره، فهي جزء من الحرب، ولا نريد أن نحصرها أن الهدف هو الحرب النفسية فقط. ولكن ما نقوله أن المتغيرات على الأرض كثيراً ما تقلب الأمور بالزبط. حتى لو كانت الهدف الآني في جنوب لبنان بالزبط. من حزب الله مثلاً، اللي هي المناوشات المحدودة في وضعها الحالي اللي إحنا بنشوفه، قد تصل بعض هذه المناوشات إلى عمل يفجر الوضع. ممكن. حتى ولو لم يكن هذا التفجير مبرمج، ولكنه وارد. بالإضافة إلى أنه في كثير محددات سياسية، نحن نعلم أن العمليات اللي في الجنوب يجب أن تتم بالتوافق مع إيران، هذا شيء مفروغ منه حتى لو كل العالم. بالضبط. ولكن نحن نقول أن المتغيرات على الأرض كثيرا ما تؤثر في هذا الاتجاه، هي التي تحدد، ممكن تتوسع. تنساش كمان ايضا اخي الكريم واختي الكريمه انه في ايضا جهود دبلوماسيه يعني عربيه بالاساس، وقدرت تحصل نجاحات على المستوى وقت اطلاق النار في موضوع الرهائن. بالضبط. الان برضو امبارح اسرائيل اعلنت انها مستعده لدفع الثمن. بالضبط. في بعض الأشياء التي تجري على الجانب السياسي أيضا قد تكون مؤثرة، فعلى الجانب العسكري التطورات على الأرض تؤثر أنه تتوسع حلقة الصراع أو حتى يجبر الأطراف على الدخول فيها، بالإضافة للجانب السياسي اللي أيضا ممكن يؤثر بلعب دور إيجابا في عدم توسع. سؤال أخير قبل أن نختم اللقاء معك أستاذي، وهو سؤال مهم. لكل معركة ولكل حرب تدور هناك أهداف. الهدف الذي وضعه القوى السياسية واتفقت عليه القوى العسكرية داخل الكيان الصهيوني القضاء على حماس، هل هذا الهدف نتيجة ردة فعل وقهر وإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد المباغتة التي قامت بها المقاومة في 7 أكتوبر، أم هو بالفعل هدف الكيان الصهيوني القضاء على حماس؟ مع العلم أن الخبراء العسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية قالوا للخبراء العسكريين في جيش الاحتلال أن هذا صعب، لماذا حددوا الهدف القضاء على حماس؟ لماذا؟ على ماذا يرتكزون؟ على ماذا يعتمدون؟ أول شيء خلينا بس نحكي عن صيغة السؤال. من حيث انه في توافق اسرائيلي في الكيان على هذا الهدف، هو فعليا هذه لغايات الاعلام، ولكن داخل الكيان الصهيوني ما في توافق على اي شيء بين الجيش وبين المستوى السياسي. هناك تعارض وتضارب كبير في وجهات النظر من ناحية سياسية ومن ناحية عسكرية ومن ناحية الضغوط الخارجية اللي بيحملها النظام السياسي عندهم امام الجيش، والجيش اللي بيحاول انه لازم يكون في ضربه قاسمه الى اخره. فاولا ما في شيء، لا يوجد توافق سياسي على هذا الهدف، ولكنها التصريحات الاعلاميه والموجهه بشكل عام للداخل في الكيان الاسرائيلي وللحلفاء الرئيسيين. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، اذا اردنا ان نقول عن الهدف المعلن هو انهاء حماس،
فعليا قد اقول لك شيء اكثر من ما صرح به الجانب الامريكي مع الاسرائيليه، انه فكره حماس هي ايديولوجيه في عقول الناس، وهم يعلمون جيدا ان الايديولوجيات لا تقتل بحرب. بالضبط، الايديولوجيات لا تقتل بحرب وهم يعلمون ذلك، وحتى في الكيان الاسرائيلي يعلمون انهم لا يستطيعون القضاء على حماس كفكره. المقصود هي انهم بدهم يحاولوا يصفوا كل القاده البارزين والمقاتلين اللي شاركوا في هذه العمليه من حماس، ولكن كفكره هذا غير قابل للتطبيق، مستحيل، لانه الحرب لا تستهدف العقول. نعم نعم، قد ما تقدرنا. نعم الان نعم. بالنسبه لموضوع انه هل هم قادرون، نعم، انه هل هم قادرون على فعلا تنفيذ ما يعلن عنه، نص الجواب في اللي حكيناه مسبقا انه المعلن عنه غير حقيقي، هو غير حقيقي وغير واقعي سياسيه، ولكن اللي هم بيشغلوا زي ما قلنا انه هم تعرضوا لضربه شديده جدا، وحاليا الدافع الرئيسي الموجود لدى الاسرائيليين الانتقام. نعم. وفي جملة إذن الخبير العسكري والاستراتيجي محمد بيك المعاني، شكرا لك على هذه التفاصيل التي أدليت بها.